لسه مصير وميلو لوكاكو معلق قبل غلق باب الانتقالات بأيام. لوكاكو إعارته انتهت لنادي إنتر وهو حاليا على ذمة تشيلسي، ولكنه مجمد تماما وخارج حسابات النادي. إنتر كان دخل في مفاوضات مع تشيلسي لضم لوكاكو، بس لما عرف بحواره مع مسؤولي يوفنتوس قرر ينسحب من الصفقة. يوفنتوس من ناحيته كان عايز يضم لوكاكو في صفقة تبادلية بانتقال فلاهوفيتش لتشيلسي، بس الجماهير رفضت واقتحموا الملعب بعد ودية للفريق قبل بداية الموسم للاعتراض على قدوم لوكاكو، وهتفوا لا نريد لوكاكو. السبب يرجع لفيديو لمشجع انتر بيقول فيه لوكاكو هل هتنتقل ليوفنتوس؟ لوكاكو حاليا غير مرحب بيه في الانتر وفي يوفنتوس وفي تشيلسي، بس بعض التقارير بدأت تربط لوكاكو بنادي ريال مدريد، خاصة مع فشل صفقة انتقال كيليان امبابي للملكي، وان وكيل لوكاكو هو اللي عرضه على النادي كحل بديل لريال مدريد. الامر كله دلوقتي في ايد كارلو انشيلوتي وفلورنتينو بيريز. تفتكر بقى لوكاكو لو انتقل لريال مدريد هيكون له مكان اساسي في الفريق؟